السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. هذه الحاجة الجزائرية اسمها خالتي عائشة أو خالتي هدى، تبلغ من العمر 77 سنة، أطال الله عمرها. بمساعدة ابنتها تقوم بنشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات متنوعة في مجال الطبخ، من تحضيرها بنفس طريقة أم وليد، حيث حققت مشاهدات عالية في وقت قصير. عندما سألوها لماذا تشارك فيديوهات عبر السوشيال ميديا، قائلة: أنا زوالية ما قدرتش نروح للعمرة، راني ننشر فيديوهات طبخ في مواقع التواصل الاجتماعي حتى أستطيع جمع بعض من المال وأحقق حلمي في أداء مناسك العمرة. الله يجبر بخاطرها يا رب العالمين. هاي ما راحتش القنوات الدعم، أعطوها ديزابوني ولا أعطوها ساعات. أعطيك الصحة الحاجة، ربي يكمل لك إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام البنات، سخنت الحبان نشرب القهوة، هذه فرشت الفراشية يعني نبغي نقعد في الأرض، نبغي الطابلة تاع الأرض، أنا نبغي الطابلة تاع الأرض. هذا سطير اللي طيبته، أنا عندي كنت ندير في السكر، شربت القهوة جات بنينة. هذا سطير اللي درتها عجبتني بزاف، هنا كملت قهوتي راح نغسل المواعن. أنا خمم واش يغسلهم، وراني عيانة هنا كيما كنت تشوفوني نحك في الكيسان. صح، لازم تحكوا معاكم مليح. هنا نغسل فرن وخاطر تدفق لي عليه القهوة هكا، هنا نقيتو يمسح فيه، لازم تمسحوه مليح. هنا مسحت البوطاج مليح بلا جابيل القهوة. صح البنات، هنا رحت نحي حوايجي كنت غسلتهم، غسلتهم الصباح وشحال عييت. هنا رحت نفوت على باب نصلي العصر، وذاك راني نصلي. يا بناتي ولادي، اليوم راح ندير البغرير. هنا كنت نصير في السميد والفارينة، السكر والملح والخميرة. هنا دفيت الماء وبديت نخلط غير بشوية، خلطته مليح مليح باش يخرج الشباب. هنا كنت زدت لوحدة خميرة، غطيته وخليته يخمر. بيد ما يخمر غسلت الطابلة تاعي، حكيتها ونقيتها مليح مليح، قص الما في داكور باش نسيقو. هنا جبت كامل الما وراني نفوت النشيف. شوفوا البغرير كيف خرج لي يهبل، شوفوا كيف خمر. هنا حطيت الطابلة تاعي وطيبت العتاج، ما ان شاء الله جاب نيل. وليت راني نقرا في القرايه.